السلام عليكم. اليوم على وصفة أم وايد إن شاء الله راح نديرو خبز الباي. ديجا يعني عملت لكم خبز تونس، اليوم راح نديرو خبز الباي، يعني طريقة مخالفة تماما. واش راح نديرو اليوم؟ راح تعرفوا الفرق بين خبز تونس خبز الباي. أول شيء نوجدو السيرو. السيرو تاعنا واش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو السكر، إذا راح نحتاج زوج كيسان تاع السكر، إذا ندير زوج كيسان سكر، ندير معاهم زوج كيسان تاع الماء، بهذه الطريقة، نزيد معاهم طرونش تاع ليمون، نديرو فوق النار يغلي حوالي 10 دقائق، يعني السر تاع الخبز الباي يجي شوية ثقيل عكس خبز تونس، خبز تونس يجي خفيف، نديرو يغلي مدة 10 دقائق ونطفي عليه. اذا هنا الخبز الباي تاعي واش راح نحتاج له؟ راح نحتاج له 4 حبات تاع البيض كاملين، راح نحتاج مورف صغيره تاع لافاني، كاس الا ربع تاع فارينا، كاس الا ربع تاع مكسرات اللي حبيتو هي انا في الاصل تندير باللوز، تقدري تستعملي الكاوكاو محمص ومطحون، ونص كاس تاع السكر، وكيس تاع خميره كيميائيه. اذا نبداو بالطريقه مباشره، نحكم كاس، نقيس نص كاس سكر. اذا في العجينه نديرو نص كاس فقط، ونطلع بالباتور حتى نحصلو على كريمي، يعني الخليط كريمي يولي لنا. اذا قبل ما نطلع مليح ندير شويه تاع لافاني، هي مغرفه صغيره لافاني، كما تقدري ديري له زيت تاع القارص. يعني شوفوا الخليط فين تحصلت عليه حتى يطلع لنا مليح. هنا نحبسو التخلاط بالباتور. اذا هنا ندير الفارينه اللي هي كاس الا ربع تاع فارينه، حوالي 75 غرام، يعني اللي يحبوا بالغرام 75 غرام، وندير معاهم هذاك الكيس تاع خميره كيميائيه. الوصفه الاصليه ما فيهاش الخميره، لكن حنا باش نضمنوا نجاح الوصفه نديرو خميره كيميائيه. ندخل الخليط غير بالعقل، هذيك الفارينه حتى باش ما يهبطناش فقط. يعني كشغل اون جينواز بالمكسرات وخبز الباي. خبز تونس، اذا خبز تونس فيه لا شابلور، فيه الزيت، فيه المكسرات، لكن خبز الباي لا، ما فيهش. وتختلف الوصفات، يعني كل واحد كيفاش يخدم الوصفه تاعو. هنا من بعد واش ندير؟ نزيد هذاك الكاس تاع المكسرات محمصه ومطحونه، اذا بكم تكون مطحونه رقيقه. اذا ندخل الخليط غير بالعقل، هذا واش فيه؟ خبز الباي. الفرن تاعي راني شعلته على 180 درجه قبل ما نبدا نخدم يعني لو بيسكويت تاعي في خبز الباي، نشعلوه يسخن من بعد باش نبدا نخدم على 180 درجه مشعول غير من التحت فقط. اذا ها هو الخليط تاعنا واجد. هنا واش ندير؟ هنا عندي امور فيه 26 سنتيم، صغير يعني، درت له الزيت والفرينه. اذا نفرغ الخليط تاعنا، لازم تخدموه مليح في الاول بالباتور بهذه الطريقه. من بعد ندلو اللوز إيفيلي على الوجه قبل ما ندخلوه للكوشه، نعمرو الوجه تاعو كامل باللوز إيفيلي، نغطو الوجه تاعو. يعني دوك والله راهم يتفنوا فيه، راهم يديروه بذوق الشوكولا، يجي روعه. يعني اللي يحب ديرو بذوق الشوكولا فقط نقسم مغرفه كبيره تاع فارينه، عوضيها مغرفه كبيره تاع كاكاو، والثمن تاعو يعني ماشي رخيص في الاسواق. اذا نديرو بهذه الطريقه، نديرو الوجه تاعو، اذا ندخلو على 180 درجه حتى يطيب لنا مليح، ياخذ لون ذهبي على الوجه تاعو، ونخرجو ونعاود نلتقي بكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد ما طاب هذا ونخرجتو من الفوق، شوفو كيفاش يجي، ما يجيش منفخ، يعني يجي طبقه واحده، يجي مستوي. يعني نشربو بهذاك السيرو اللي كنا وجدناه، يكون شويه ثقيل كما راكم تشوفو، يعني ما يجيش خفيف كما شربت.
شرب به خبز الباي تاعي. اذا ندير النص تاعها ونشوف اذا كانت مخصوصه نزيد لها، اذا حسيتها انه هذيك هي نحبسه. اذا هذا تقريب درتها كامل، قالت لي شويه فقط، هاي شربته كيما رانا نشوفو. لازم يجي شارب مليح خبز الباي. اذا نكمل كامل الكميه، شوفوا شحال ثقيل، يعني ماشي كيما الخبز تونس وماشي كيما البسبوسه. اذا ها هو معنا، نخليه حتى يبرد مليح باش نقسمه ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. شوفوا الماء تكفلو. وصفه اليوم هي معنا واجده، خلوها تبرد مليح باش تقطعوها. يعني شوفوا كيفاش تجينا، تجي شاربه حتى للقلب، يعني تجي شاربه حتى للفوق، يعني ماشي تكون شاربه نص، ولا لازم تكون شاربه مليح والسر تاعها ما يكونش خفيف. اذا ها هو خبز البيت تاعنا، نتمنى انكم تجربوه. فقط هذه الحلوه هذه نهديها اللي راحين يجوزوا ان شاء الله شهادة التعليم الاساسي، نتمنى لهم كامل النجاح حتى الاساتذه، خاصه استاذه الاجتماعيات خلود من مروانه، نحييها نقدم لها تحيه كبيره، كل زملائها وكل الاساتذه عبر كامل الوطن عبر كامل الوطن الجزائري. ونقول اصحاب التعليم الاساسي ربي ينجحكم ان شاء الله بالصحه في طوركم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.